هل الدموع تفطر الصائم؟ دموع العينين لا تفطر الصائم، بل إذا كانت من خشية الله عز وجل فهي محمودة، وإن كانت من ألم في العين فليس للإنسان فيها حيلة، وإن كانت من بكاء على مفقود فهي من طبيعة البشر. والخلاصة أن الدموع مهما كانت غزيرة فإنها لا تفطر الصائم. نعم، أحسن الله إليكم.